يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره اثنين من نجوم الكره المصريه الكبار، الكابتن الكبير كابتن فتحي مبروك. يا كابتن فتحي صباح الفل، مشرف ومنور. صباح الجمال يا كريم، وانا سعيد اني معاك. انا اسعد كالعاده والله بجد، سعيد اني معاك بقى لي كتير ما بطلعش معاك، بس انا سعيد جدا. شرف ليا يا كابتن، وان شاء الله كده تبقى حلقه جميله يعني. ان شاء يا الله يا رب يخليك. وايضا الكابتن الكبير كابتن طارق مصطفى. يا كابتن طارق صباح الفل. صباح الفل يا كريم، انا سعيد اللي معاك وسعيد حبيب. كمان النهارده موجود طبعا كابتني كابتن فتحي مبروك حبيبي، فكرنا بالايام الحلوه والايام الجميله كده 98. اه انا لعبتك ماتش جنوب افريقيا. لا هو لعبك ماتش جنوب افريقيا طبعا. بجد؟ لا قول لي تعالى اداني واحده كده لسه ما بسم الله الرحمن الرحيم. لا كان في، لا هو قال لي هتجيب جون. لا وكان في برضه يمكن قبل الماتش كده بيوم، كنت الله يرحمه الكابتن جواري، كنا اختلفنا يعني الاثنين لعيبه. طب افكر الناس بس، حضرتك بتتكلم اكملك بس عشان بس نخلي الناس معانا في الحدث. حضرتك بتتكلم على ماتش 98 جنوب افريقيا فاينل كاس افريقيا. عشان في بعض في شباب صغير مش احنا عارفين احنا مع بعض. فكابتن جواري طبعا كان ليه وجهه نظر وانا كان ليه وجهه نظر، والحمد لله اقتنع بيها الله يرحمه. وكابتن طارق يمكن من الناس اللي انا كنت بايد ان هو يلعب هذه المباراه، وسجل هدف يعني من تكتيك، فاول تكتيكي حلو قوي يعني، من احسن اهداف منتخب مصر. فاول تكتيكي يعني الحمد لله كان كويس يعني. عارف في اهداف كده اللي هو ايه الناس مستحيل تنساها، ده كان هدف رائع. هو انت عارف الجميل فيه ايه؟ ان هو الحمد لله والشكر لله يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى ودعوات الحاج الله يرحمه ووالدي، ان الهدف جه في النهائي. على فكره احنا كررنا الجمله دي كتير قوي 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 على في كل المباريات، اذا كانت على كاس العالم او تصفيات افريقيا، حتى في البطوله اتعملت بشكل كبير جدا، ولكن هي معلقه مع الناس، جت في نهائي وجت بفوز، فالحمد لله من ضمن الشغل اللي كان بيشتغله الكابتن جواري الله يرحمه والكابتن فتحي والكابتن علاء. طبعا الاهم من كل ده ايه؟ انك ما تظهرش في مكان وما تظهرش في حلقه. انا طلعت مثلا مع حضرتك كذا حلقه تمام؟ كل حلقه لازم الجون نتذكره، واعتقد في اي مكان هتلاقي الناس بتقول لك فاكر الجون بتاع جنوب افريقيا. عشان كده بقول لك ده الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا يعني، ده الواحد عشان دايما الناس تفتكرك بيها حتى انت مش موجود. موجود صح، دايما ولادك يفتخروا بيها يعني. جول تاريخ النهارده، الاداء رايك فيها يا كابتن فتحي؟ لا هو طبعا مبروك لمنتخب مصر، مبروك للجماهير المصريه، مبروك للجهاز الفني واللعيبه يعني. بصراحه يعني ماتش الجزائر النهارده بعتبره فاينل للكره الافريقيه، مبكر للكره الافريقيه والعربيه يعني، الكره الافريقيه، ولكن في البطوله العربيه طبعا شيء مختلف. فرقه الجزائر اول شوط كان فيه استحواذ، كان فيه برضه يمكن الريتم بتاعهم كويس جدا، كان فيه هجومين افضل كتير. يمكن احنا الشوط الثاني كنا افضل منهم، يمكن اللي ساعد على كده يمكن في وجهه نظر الفنيه والكابتن طارق ممكن يتفق معايا، ان فرقه الجزائر في الشوط الثاني اتهيألي يمكن بدنيا قلوا شويه، فادتنا حته الاستحواذ، ادتنا كمان العنصر المهم جدا لعب بيه منتخب مصر، عنصر الروح يعني. فرقة منتخب مصر الروح، صح يا كابتن فتحي، الروح كانت الشوط الثاني احسن بكتير من الشوط الاولاني. لا هي الروح في الشوط الثاني احسن بكتير من الروح في ماتشات كتيره قبل كده، ماتشات كتير قوي يعني. تقريبا انا ما بشوفش الروح دي في منتخب مصر، لان برضو منتخب مصر ضد الجزائر او مغلوب من الجزائر، برضو اللعيبه دي بتحس بالمسؤوليه، بتحس بالجماهير، بتحس بالاعلام، بتحس بنبض الشارع المصري، ان هم لازم يعملوا حاجه. صح، عشان كده الروح والاداء والشوط الثاني يمكن كان افضل كتير. في استحواذ، في فرص ضايعه، كان منتخب مصر في الشوط الثاني يعني تقدر تقول ان منتخب مصر افضل من الجزائر في الشوط الثاني حقيقي. الاداء النهارده معقول جدا والنتيجه كويسه وتصدر المجموعه، كنا مع بعض من اسبوع وكنا زعلانين من كل حاجه. وقلت لي حتى جمله شهيره الناس كلها بتتكلم عنها بعد الحلقه، ان انا حاسس ان احنا لسه ما مشيناش كجهاز فني. نفس الاداء، الدنيا احسن. طبعا الاول طبعا الف مبروك للمنتخب واللعيبه اللي كانوا النهارده رجاله، كانوا رجاله وكان في روح كبيره جدا، والسبب انا بشوف الاول والاخير هو الجمهور. صح، عامل الجمهور مهم جدا جدا جدا. حتى لو اللي عندك اي منتخب او اي لعيبه لما بتلعب والملعب فاضي، الاحساس نفسه والروح والكلام اللي احنا بنقعد نقوله كتير جدا ما بيبقاش موجود. انت تخيل ان النهارده الجمهور كان عامل ايجابي بالنسبه للجهاز الفني وللمنتخب. حقيقه مكاسب كتيره جدا انك تبقى مغلوب وبتتعادل، ده في حد ذاته مكسب كتير جدا. الناحيه البدنيه زي ما قال الكابتن فتحي، انت اعلى كتير جدا في الشوط الثاني، ممكن تكون الظروف ان انت بتلعب المنتخب السوداني مع احترامي ليه غير لما تلعب المنتخب اللبناني، منتخب الجزائري تعب معاه كتير جدا جدا جدا. فدي كلها امور بتوديك لحاجات تانية للقدام، لمستقبل. اصابه النهارده ايمن اشرف، اصابه حجازي، بالتالي في لعيبه نزلت بتدي فرص لناس كتيره جدا في المنتخب. المكاسب كتيره جدا، ولكن المكسب الوحيد او اللي كنت اتمنى ان كروش يعمله بمزاجه مش غصب عنه،
اللي هو تغيير طريقة اللعب. هو من أول ما جه كريم بيلعب 4-3-3. تغيير أيمن أشرف في بداية المباراة أجبرته بتغيير مصطفى فتحي إنه يلعب 4-2-3-1. ودي إدتنا الاستحواذ، إدتنا الناحية الهجومية أكتر شوية، لأن زي ما قلت لك أنت لما بتلعب بالطريقة دي اللي أنت متعود عليها، اللي أنت عندك لعيبة كتيرة جدا تحت الفراودة وقدام بشكل كبير جدا بيلعبوها، الشكل العام بتاعك بيختلف. وهو رجع بعد كده لما تيجي تتكلم على التغييرات عملها تاني ورجع تاني بنزول مهند مهند لاشين. ولكن عايز اقول لك ايه، ان طريقه المنتخب ولعب المنتخب واداء المنتخب تغير مع تغيير طريقه اللعب اللي كانت غصب عننا. بس هو لما نزل مهند لاشين نزله اول الشوط التاني، وهو الشوط التاني ده اللي لعبناه كويس لما لعب 4-3-3 تاني يا كابتن طارق. بس دخل مين؟ هو غير مين؟ غير مروان راس حربه ودخل محمد شريف. فعدل القصه كابتن فتحي اللي هي الناحيه الهجوميه. اللي انت خلاص بقى مصطفى فتحي بيلعب يمين، محمد شريف بيلعب فيصل حسين فيصل بيلعب ناحيه الشمال. ثلاثه في نص الملعب، السوليه ومهند وتحتيهم حمدي فتحي اللي بيلعب في المكان ده بشكل جيد جدا بقاله فتره كتيره مع النادي الاهلي. ولكن عايز اقول لك ايه، الملعب اتعادل شويه، الملعب بقى الموضوع بالنسبه له سهل جدا يعني. كابتن فتحي اتكلم على الروح، حضرتك اتكلمت عن الجماهير، كروش عمل ايه بقى النهارده؟ لا هو الاداء كويس يعني، خلينا برضو بنتكلم بواقعيه، حتى التغييرات اللي اتعملت يعني التغييرات كويسه. طبعا ايمن اشرف احمد حجازه تعوروا وتلعب طبعا يمكن الناس بدالهم، لعب احمد ياسين كويس جدا، ايمن اشرف برضو، مصطفى فتحي لعب مكانه. مصطفى فتحي لعب تحت الثلاثه فراوده، يعني لعب 4-2-1-3 لعب عمرو السوليه وحمدي فتحي الاثنين ديفندرز وسط ملعب، وما اداش الحريه لعمر السوليه ان يشتغل لقدام، ادى الحريه لمصطفى اللي لعب يبقى النهارده تحت الثلاثه، يبقى يلعب بعمر وحمدي ومصطفى، بس ادى مصطفى حريه الحركه اكتر بكتير ولعب بالثلاثه اللي هم فراوده. فعشان كده يمكن كان فيه الاستحواذ وكان فيه الهجوم اكتر لمنتخب مصر في الشوط الثاني. منتخب مصر ادى اداء كويس، يمكن بس كان فيه حاجات نقط سلبيه في الشوط الاول كانت واضحه قوي. زي الجانب الايمن لمنتخب مصر اللي كان فيه اكرم توفيق، اكرم توفيق بذل مجهود رائع، بس هو حاسس ان هو لوحده في هذا الجانب. وبيلعب ضده مين؟ ضده اثنين كويسين جدا، يوسف بلايلي وابراهيم البريم، الاثنين كويسين جدا، ابراهيمي الاثنين كويسين جدا والاثنين عاملين الحته دي ثغره. فكان لازم مستر كروش هنا برضو الحته الفنيه دي كان لازم من بدري يحط حد مع اكرم توفيق هذا الجانب، عشان الجانب ده يبقى فيه اثنين ضد اثنين او الجنب ده يتقفل ما يبقاش مصدر خطوره للفريق الجزائري في الشوط الاول. وانت شايف اصابه اكرم اصابه ايمن اشرف، تصورت ان مصطفى فتحي هو اللي هيكون البديل؟ لا ما تصورتش كده. لا تصورت مين؟ زيزو مثلا؟ تصورت مهند. مهند لان طريقه لعب الراجل هي ما بتتغيرش، هي 4-3-3. فانا قلت مع مهند لان حصلت قبل كده لو تفتكر في مباراه لبنان وحصلت اصابه لحمدي فتحي وانت كنت كسبان، والطبيعي وانت كسبان خلاص تهاجم والدنيا مرتاحه وفي مساحات الموضوع، ولكن وانت كسبان كمان لا، ده مهند اللي نزل ففضل مصمم على الطريقه 4-3-3 حتى هو مصمم عليها بعد كده. يعني هو لما نزل مهند لعب بثلاثه في نص الملعب، لعب مهند والسوليه وبتاع. انا اللي توقعته برده، حتى لو انا توقعت ان احنا ممكن عشان نهاجم بشكل كويس او نهاجم اكتر، انا قلت طالما حتى ثلاثه هيبقى مختلف شويه، اللي هو زيزو اللي هو اللي بدا بيه الماتش اللي فات على اساس بالظبط، على اساس ان نص الملعب يبقوا الثلاثه مختلفين يا كريم. يبقى زيزو مثلا بيتحرك لقدام، زيزو عنده سرعه، عنده قوي، بيشوط وبيعرف يرجع، بيعرف يدافع. فحتى الثلاثه بتوع نص الملعب لازم يبقوا متغيرين. فاكر انت لما كان من فتره كده في تصفيات افريقيا في ليبيا تحديدا لعب كان طارق حامد وكان حمدي فتحي وكان السوليه، الثلاثه ما يدوكش اللي انت عايزه، ولكن لما يكونوا مختلفين الثلاثه، واحد بيعرف يقطع كويس قوي اللي هو نمره 6، الثاني بيعرف يخترق من غير كوره، الثالث بيعرف يشوط، فبيبقوا مختلفين. الراجل رقم 8 ده بتفرق كتير جدا مع المنتخب. ولكن انا توقعت بصراحه ان زيزو اللي كان منزل او مهند لو هو صمم على طريقه اللعب. يعني بيفكر في ايه كروش يا كابتن فتحي لما بيلعب بايمن اشرف في وسط الملعب او ثالث في وسط الملعب؟ هو بيفكر في حاجه، بيفكر طبعا احمد بالفتوح كصغير ايسر ان يبتدي له واجب هجومي، يعني زي برده اكرم توفيق اما بيبقى طاير او بيشتغل كويس في الحته دي. النهارده ممكن اللي بيمتاز في الحته دي حمدي فتحي يقدر يقفل الجنب ده، يقدر يغطي الجنب ده. نفس الشيء بالنسبه لاحمد الفتوح، لو تقدم او هاجم الوحيد اللي يمتلك القدرات ان يقفل الجنب الشمال ايمن اشرف. هو بيديله الحته دي، بيديله الحته دي لو فرض
ان فرقه مثلا الجزائر لعبت براسين حربه. النهارده مين اللي يقدر يبقى عنده الملكه ان يقدر يرجع يلعب ستوبر ثالث؟ ايمن اشرف. فايمن اشرف النهارده اصبح النهارده جوكر، يعني اصبح ستوبر بيلعب باك ليفت، بيلعب النهارده وسط ملعب. فالنهارده ليه ثلاث مهام النهارده في منتخب مصر يقدر يستغلها مستر كروش في الفتره القادمه ان شاء الله. اجاد فيها اجاد لان بص ايمن من اللعيبه المجتهده جدا، ايمن من اللعيبه الكويسه اللي دائما في الالتزام تلاقيه ملتزم جدا داخل الملعب. فايمن من اللعيبه الكويسه وبيجيد في كل مركز بيلعب فيه، الستوبر بيجيد فيه، الباك ليفت بيجيد، النهارده بيجيد في وسط الملعب. احنا يمكن مكان غريب على ايمن اشرف، ولكن هو ليه التوظيف اللي حطه ليه كروش عشان الحته دي، عشان يدي فرصه زي ما قلت لك لاحمد وفتوح يبتدي يشتغل في الناحيه الهجوميه. انا عايز اكرر السؤال تاني ليك يا كابتن طارق، شايف انه ايمن اياد في هذا المركز بما انه حاجه بالنسبه لنا غريبه ان نشوف ايمن اشرف؟ ايمن لعب ليفت باك ولعب سنتر باك، بس المركز ده بالنسبه لنا جديد خالص على ايمن اشرف. بص خلينا نتكلم على ايمن، يعني انا بقول وجهه نظري، يعني ان ايمن وطارق حامد من الاثنين اللعيبه اللي مستواهم ثابت من فتره كبيره جدا جدا جدا. معظم اللعيبه المصريه بتلاقي المستوى طالع ونازل، انما ايمن اشرف تحديدا وطارق حامد تحديدا مستواهم ثابت من سنتين مثلا ثلاثه، بتلاقي قليل قوي ما تلاقيهم مثلا وحشين. ولكن ايمن كمساك وكباك شمال انا بشوف ان هو الاثنين دول هو اكتر مكان يقدر يدي فيهم. نص الملعب دي بتبقى محتاجه لعيبه تعرف تتحرك كويس، تعرف تعرف تلف، تعرف هي واقفه فين. ايمن ممكن يأديها، يعني لو انت مثلا زي الماتش مثلا اللي فات اللي احتجته مثلا 10 دقايق ينزل يقفل، ما عندكش عندك مشاكل في الحته ديت، عايز الملعب لما تحتاجه ان هو يلعب نمره 8 ويؤدي بيها بشكل كبير جدا في نص الملعب، لا انا اعتقد بتبقى الامور صعبه. بص كابتن انا عارف ان انت مطلع كمان على الكره العالميه كويس جدا وتشوفها كويس، تفتكر من كام سنه كده جه جوارديولا بايرن ميونخ وراح جاب ديفيد الابا اللي كان بيلعب شويه ليفت باك او سنتر باك وحطه في نص الملعب جنب تشابي الونسو؟ لما سال وقتها بيب جوارديولا انت عملت كده ليه؟ قال لك انا عايز استخلص الكره بسرعه، ده بيضغط على المنافسين وبيعرف ياخد الكره الثانيه بسرعه وعنده اجريسيف يعني. فممكن تبقى دي الفكره انه ايمن اشرف بيبقى موجود في المركز انه ياخد الكره بسرعه ويستخلصها بسرعه. لا هنا اختلاف. اتفضل. هنا اختلاف. هنا ده عنده مرونه وعنده سرعه حركه. ايمن ما عندوش دي. ايمن ما عندوش دي. ايمن لما تحطه مثلا مساك وباك شمال بتبقى المساحه اللي بيتحرك فيها مساحه قليله. نص الملعب ده محتاج نوعيه تانية مختلفه خالص. عشان كده انا من شويه بقول لك ليه زيزو يتحط في دي، لانه عنده دي. ليه مثلا لما قلت لك مهند هو بيلعب، بس لما تيجي لو تفتكر في الحلقه اللي فاتت يا كريم انا قلت لك عندنا مشكله كبيره جدا جدا في اللعب رقم 8 في نص الملعب لو انا بلعب بثلاثة، واديتك مثل بمحمد هلال بتاع البنك الاهلي اللي كان موجود في دجله، قلت لك بيعملها بشكل كويس جدا نمره 8 دي، امام عاشور بيعملها بشكل كويس جدا. عشان كده بقول لك نمره 8 بتبقى محتاجه مواصفات تانية خالص. لعيب بيعرف يتحرك، لعيب بيعرف اللي ظهره ايه، لعيب بيخترق، لعيب بيروح لقدام. الوصف التقليدي المشهور اللي هو بوكس تو بوكس، اللي بيلعب على الناحيتين هنا وهنا، رايح واخد الملعب طول وعرض بالظبط كده. بس ايمن ابتدى دلوقتي، يعني ايمن ابتدى الحته دي طارق برضه بيسجل، ده بيسجل اهداف مع النادي الاهلي وبيخترق كويس. النهارده في الكره في الجنب اليمين بيقدر يخترق في ثلاثة يعني كابتن فتحي في ثلاثة يعني الاهلي بيلعب بثلاثة ورا يعني غير ثلاثة في نص الملعب. الرؤية دي بقت كويسة بصراحة، يعني انا شايف ان ايمن من اللعيبة دلوقتي اللي اصبحوا المفروض اساسيين في النادي الاهلي واساسيين في منتخب مصر. وجود حسين فيصل في التشكيلة الاساسية لمنتخب مصر المباراة الثانية على التوالي، ودي مباراة كبيرة، يمكن لو حطينا حسين فيصل موجود في مباراة السودان نتفهم انه المنافس مش كبير فممكن تجرب لعيبة. اصرار كروش النهارده عليه تاني وانه يلعب المباراه بشكل اساسي، شايفه اياد شايف انه القرار اصلا كان سليم في الاصل؟ قرار سليم، لان حسين فيصل على فكره لعيب كويس جدا، لعيب مهاري، لعيب عنده رؤيه، لعيب جريء. في لعيب تحس ان شخصيته مش شخصيه دولي، تلاقيه نازل ماتش وماتش زي الجزائر، تلاقيه نازل النهارده ممكن عنده ميز باس كتير، ممكن تلاقي النهارده بالتوظيف مش مركز، تلاقي عنده حاجات كتير. ولكن حسين فيصل النهارده انا شايفه من اللعيبه الكويسه، اللعيبه الكويسه اللي اجادت وجدت في الجنب الشمال، حتى لو لعب في الجنب اليمين شويه ولعب في الجنب الشمال بعد كده، بس عنده فكر. يعني عنده فكر، بدليل انه عمل تشيب باس حلو قوي لمحمد شريف كان ممكن يسجل منها محمد شريف هدف. يعني عنده فكر كويس ولعيب كويس، وفي نفس الحاله دفاعيا بينزل بقى. ودي الميزه، ان تحس اللعيب اللي في الجنب ده بيأدي الوظيفه الدفاعيه والهجوميه مع بعض، بينزل يدافع، وده انا شايفه لعيب مستقبل منتخب مصر كويس بالتاكيد. لو انت كنت مدرب لمنتخب مصر يا كابتن طارق، في الاصل تضم حسين فيصل او تضم لعيب صغير في السن، لعيب ما بيلعبش يعني ما كانش ظاهر مع فرقته اللي هو الزمالك قبل ما يلعب
كم مباراه كويسين مع سموحه تضمه، ولو ضميته للمنتخب تلعبه مباراه كبيره زي مباراه الجزائر؟ هي دي بقى النقطه الايجابيه، ان انت تلعبه مباراه كبيره زي منتخب الجزائر، ودي نقطه تحسب للجهاز الفني كله صحيح. بصراحه لان لما تدخل لعيبه خمس ست سبع عناصر بيبقى صعب جدا ان انت تشركهم كلهم او تديهم حتى مباراتين ورا بعض. صحيح. هو خلي بالك دي بتبقى محتاجه مدير فني عنده من المقدره والشخصيه ان هو خلاص مقتنع بيك فبيديك ثقه. صحيح. اللي حصل مع حسين ان هو في اول مباراه تالق فيها خد ثقه، ثقه المدرب، خد ثقه زمايله، وحسين عنده من المقاومات ان هو يلعب في الثلاثه اللي تحت، يعني يلعب ناحيه اليمين، يلعب ناحيه الشمال، ما عندوش مشكله يعني، وكمان بيعرف يدافع الناحيه التكتيكيه يعني. هو حسين فاضل له بس ان هو يلعب على الجون اكتر، يعني يشتغل يعرف يجيب جون. صح. لان دايما دايما دي بتفرق كتير جدا مع اللعيبه اللي تحت. يبقى عمر مرموش اللعيبه يعني. اللي تحت راس حرب عمر مرموش يعني. انا برضو مش عايز الناس برضو، عمر مرموش لعيب كويس وكل حاجه، بس برضو احترافه فرق معاه كتير جدا من بدري. طبعا. خلاه الجزئيه دي، هو جاب جون اخر مباراه، جاب جون. صح. وبيلعب على الجون. وهي دي اللي كانت لو تفتكر هدي مثل بالنادي الاهلي او نادي الزمالك، دايما كانت النقطه دي اللي تحت راس الحربه. كابتن فتحي وانت حضرتك كنت موجود في وقت من الاوقات في النادي الاهلي، كان وليد سليمان كان بيجيب جون، مؤمن زكريا ربنا يشفيه كان بيجيب جون. صح. عبد الله السعيد كان بيجيب جون. صح. شيكابالا كان بيجيب جون. صح. زيزو دلوقتي، مصطفى فتحي، يعني عارف عايز اقول لك ايه، ان دايما دايما اللعيب اللي تحت راس الحربه ده لما بيعرف يجيب جون، الثلاثه اللي تحت دول بتفرق كتير جدا، بتديله ميزه ادفانتج غير لعيب تاني ممكن يكون بيأدي بس او مالوش وجود يعني في الثلاثه اللي تحت راس الحرب. صحيح. النهارده من الحاجات اللي كنا مستنيينها برضو نشوف احمد رفعت في التشكيله الاساسيه المنتخب مصر، او في البدا، او يعني اللعيبه اللي اشتركت النهارده، هو ما اشتركش كبديل ولا كان موجود كاساسي. استغربت هذا الامر ولا كنت متوقع ان رفعت؟ انا استغربته خصوصا احمد جاب جون كويس جدا الماتش اللي فات، جاب جون رائع، فطبعا استغربت يعني احمد رفعت، قلت يمكن بديل، يمكن يشترك في الشوط الثاني، ممكن وارد جدا. ولكن المدير الفني مستر كروش هو ليه بيبقى ليه وجهات نظر. يعني هو استراتيجيته حتى مع اتحاد الكوره ومع المسؤولين في اتحاد الكوره ان هو كان هدفه الوصول لكاس العالم. ما كانش حاطط البطوله العربيه في الحسبان، يعني حتى لو النهارده طلع او النهارده ما دخلش الدور الاربعه او ما كانش هيبقى في انتقادات، لان هو حاطط هدف الوصول لكاس العالم. بس تحس النهارده كابتن فتحي انه لا، كان واقف على الخط متوتر، متنرفز، متعصب. يعني انا كنت ماتش تقيل، ماتش تقيل، كنت سواني كروش مش فارق معايا، ماتش تقيل يعني، ماتش تقيل يعني. انت كروش ماتش السودان، ماتش السودان وماتش لبنان ما كانش متوتر ليه؟ لان النتيجه والمنتخبين سهل، والمنتخبين سهل، فالامور كلها. ولكن منتخب الجزائر لا، هو عارف قوه منتخب الجزائر. يعني عارف قوه منتخب الجزائر، هو كان يامل النهارده في المركز الاول عشان يقابل الاردن، ما يقابلش طبعا المغرب. لان ماتش المغرب هيبقى ماتش قوي جدا طبعا. فرقه المغرب فرقه كويسه، فكل هذه الامور لا، يبقى لازم النهارده مباراه النهارده تخلي اي مدير فني النهارده يبقى متوتر، في خصوصا اذا جيت بقى ايه اللي حصل في ماتشات الجزائر قبل كده في السنين اللي فاتت و تلاقي لا، فرقه الجزائر من الفرق الكويسه بالتاكيد. بس رفعت يعني وجهه نظر، انا برضو رفعت من اللعيبه الكويسه جدا وبقاله موسمين ماشي كويس، اذا كان مع النادي المصري او حتى مع فيوتشر. ولكن انا بشوف برضو ان الجهاز ده ذكاء منه هو، ان رفعت وتكوين رفعت ما يستحملش ماتشين ورا بعض. يعني انت عامل الماتش اللي فات رفعت بشكل كبير جدا واتصاب اكتر من مره، انا بشوف ان رفعت في مباراه الاردن هيكون ليه دور كبير جدا جدا جدا. ولكن مباراه النهارده اللي فيها قوه وفيها سرعه وفيها التحامات والكلام ده كله، هو لعب من يومين، فاعتقد ان دي خليته ان هو ما يبداش بيه النهارده. انما انا اشوف ان هو هيبقى ليه دور جدا في. انتوا خدتوا احمد رفعت قبل كده مع الكابتن حسام بدري كابتن؟ كان محطوط، كان محطوط من ضمن الاسماء. احنا كنا دايما في المنتخب بنعمل يعني هيكله كده، بنعمل 50 اسم دايما دايما دايما. رفعت من ضمن الناس اللي كانت محطوطه. خلي بالك منتخب مصر هيبقى افضل لما يكون من وجهه نظري، يعني انا كنت دايما بتكلم على عمر كمال عبد الواحد، وطلعت اكتر من مره قلت الكلام ده قبل ما يروح المنتخب. وابراهيم عادل، صح، بتاع بيراميدز، بتاع بيراميدز، وعمر كمال عبد الواحد، وشادي حسين، وشادي حسين. خلي بالك كمان في الاثنين لعيبه في المحله، يعني انا كنت دايما حطيتهم في البلان الموجودين معايا، اسمه هشام بلح لعيب رقم 7 بيلعب ناحيه الشمال، وعبده يحيى لعيب بيلعب ناحيه اليمين. عندك بالظبط كده، ده اللي انا عايز اقول لك ايه، انت عندك بس هي يعني ما حصلش ليه؟ ما انا هقول لك ما حصلش ليه، دي ليها اسباب كتيره جدا مش عايز ارجع لها، ولكن تحسب للجهاز الفني الحالي ان هو 7-8 لعيبه ضمهم، بس عندك الوقت والمقدره ان انت في بطوله زي دي، ماتشات تعتبر رسميه وديه،
تاخدهم تجربهم. هجربهم امتى؟ خلي بالك محسن فيصل ده لو ما لعبش مثلا، لو انت خدته طيب، ما هو الجهاز ده خد لو تفتكر حد كده وخده يوم وما لعبوش كناريا، خده يوم وما فيش وما لعبوش وما جابوش تاني. فهي ما بتبقاش كده كريم قد ما بتبقى انت ايه في اماكن. ما حدش دلوقتي بيتكلم على رمضان صبحي، كله يتكلم يعني الناس دايما يعني ايه بتنسى، بس لما بتلعب الماتشات الثقيله هتيجي تفتكر، هتيجي تقول. لا فعشان كده المنتخب دايما دايما المنتخب في اساس، الاساس ده يعني 70-80% مكون المنتخب. طب الاساس ده مش نكبره شويه؟ نكبره بس يعني. لا يعني ايه نكبره بس مثلا ايه ما ينفعش طارق حامد ما يبقاش موجود، ما ينفعش زي ما قال الكابتن فتحي ان ايمن اشرف ما يبقاش موجود، ما ينفعش حجازي، ما ينفعش الوجه. خلاص انت عندك في قوام موجود، السوليه عندك قوام موجود، التغيير كله بيبقى في 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 في, في حدود والوقت اللي قدامك. بقى انت قدامك وقت حلو جدا ده بتاع البطوله دي، ان انت خلاص شفت وهتشوف لسه ماتش الاردن، وهتشوف لسه 5-6-7 لعيبه تاخدهم تاني اول مره يلعبوا منتخب، يروحوا معاك امم افريقيا، ممكن يزيدوا وممكن يقلوا. انت عندك كمان معلش ان ممكن طارق خلي بالك ان هو ما خدش لعيبه من بيراميدز، لان بيراميدز كان عنده الكونفدراليه طبعا، ما خدش حد من مصر يعني، عنده على الاقل في بيراميدز 4-5 لعيبه أيوه. كويسين كلهم صح. يعني يقدر ياخدهم برضه، هتبقى النهارده زياده القاعده النهارده في الفرقه يعني بصراحه يعني. الكابتن طارق اتكلم على فكره انه طارق حامد كان لازم يبقى موجود، بس بتتكلم دلوقتي في طريقه لعب 4-3-3 والاداء اللي بيعمله كمان عمرو السولية مع حمدي فتحي مع لاعبين اللي بيبقوا موجودين هنا، ممكن نقول ان المدير الفني عنده وجهه نظر ليس تقليلا من قيمه طارق حامد اللي هو اكيد لاعب مهم ومؤثر جدا واسم كبير في تاريخ منتخب مصر في اخر 10 سنين على الاقل، بس كل واحد كل مدرب وطريقته. لا هو بص انا مؤمن جدا طارق حامد من اللعيبه الكويسه طبعا، طارق حامد فنيا على فكره على مستوى عالي ومستواه بقى هايل، ان الاول كان بيقول لك ليه دور دفاعي ولا دلوقتي بقى بينقل وبيطور دلوقتي وبيبني هجمه وبيغير ملعب، لا ليه رؤيه دلوقتي بس في العمق وكل هذه الامور، ولكن استبعاده في علامات استفهام. ما تقدر مش فنيا يعني، انا مش مؤمن ان هو مستبعد طارق. لا مش فنيا، لا استحاله مش فنيا. لا مش فنيا كريم، استحاله يكون فنيا. ده هو تطور زي ما بقول لك، طارق حامد من اللعيبه. لا اتفق طبعا، طارق من اللعيبه الكويسه جدا جدا، الا اذا كان هناك شيء اخر الجهاز الفني شاف ان طارق لا ما اعرفش ما يدور في الكواليس. ممكن يكون حصل حاجه، انت عارف اللعيب المصري دايما ولاعيب مميز زي طارق حامد وزي اللعيبه الكبيره دي يزعل شويه، يزعل. فانت كمدرب مصري ساعات الموضوع بالنسبه لك ايه تعرف تلمه، المدرب المساعد يلمه انما ممكن الاجانب مختلفين شويه ممكن يقول لك لا ما يعني فاهم. ولكن اللي عايز اقوله ان طارق حامد برضو يعني في المباريات الثقيله انت هتحس بيه واللعيبه هتحس بيه، لان اللعيب الوحيد اللي رقم 6 اللي بيقطع مع حمدي فتحي. خلي بالك ممكن تحط كابتن فتحي لعيبه كتير جدا بس ما يعرفش يفسد الهجمه، ما يعرفش يقطع، ما يعرفش يتمركز كويس. وطارق زي ما قال كابتن فتحي كده، هو فعلا هو بيشتغل على نفسه كتير جدا، من اللعيبه اللي انا بشوفها يعني لعيبه محترفه. لا وحتى لو احنا لو ما حسيناش بتاثير طارق حامد دلوقتي، فلو حمدي فتحي غياب ممكن نحس بتاثير بالظبط كده، مع عشان حمدي عشان متالق الفتره الاخيره فمعوض، لكن لو حامد مش موجود زي ما انت قلت مفيش 6 مكان حمدي فتحي. بص 6 لعبها كابتن السوليه في مباراه السودان، مباراه السودان مش مقياس طبعا يعني الضغوط والفرقه كده، مباراه الجزائر ما حسبتهاش بفكره يا ما قلتش ان حمدي فتحي غاب في مباراه السودان فحسينا بطريقه كده مش هنحس بغياب اي حد. كريم انت مباراه الجزائر يعني لو لا قدر الله لعبت الجزائر في التصفيات كاس العالم، لو لا قدر الله ليه يا كابتن طارق؟ ما انا عشان هقول لك ليه، ما احنا زي الفل. هقول لك ليه بس عشان الناس. لا انت اللي هيلعب النهارده هم 3 من ال 11 اللي بيلعبوا النهارده في المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري عنده كتير جدا، عنده بن ناصر، عندنا ايوه بس الموضوع عنده لعيبه، الموضوع عندنا صلاح ومرموش وتريزيجيه مصطفى محمد ونني، عندنا غيابات. بس انا بتكلم على طارق حامد تحديدا في المباريات اللي هي الثقيله او المباريات اللي هي مفيش خلاف زي ده، هتلاقي لازم وجود طارق حامد موجود معاك بشكل كبير جدا، خاصه ان هو وحمدي فتحي الاثنين الوحيدين اللي بيعرفوا يقطعوا في نص الملعب منتخب مصر يعني. احمد ياسين اتفضل يا كابتن، كنت عايز حاجه. لا انا كنت عايز اتكلم على طارق، يمكن اتمنى من كل لعيبه منتخب مصر، انت خلاص اخترت طبعا منتخب مصر، انت يبقى لازم يبقى عندك الرضا التام، سواء لعبت ما لعبتش الجهاز الفني هو المسؤول الاول والاخير. ما تديش انطباع للجهاز الفني ان انت مستاء، ان انت متضايق، ان انت زعلان، ان انت يعني في المعسكر تعبير وشك ان انت مش راضي عن ليه.
فطبعا انا بقول يعني عشان كده بقول لك استبعاد طارق ليس فنيا يعني. الناس يقول لك اصل هو بياخد انذارات. طب ما ايه لعيب معرض ياخد انذار؟ وايه لعيب ياخد انذارين؟ معرضين. طب ما انت لعيب الجزائر النهارده في اخر دقيقه خد وهو طارق. على فكره الموضوع ده قل عنده جدا لان هو تطور من ناحيه هجوميه كمان بيروح لقدام نوت انا حمدي فتحي بياخد انذارات. فاتمنى حمدي فتحي كمان يعني اتمنى ان كل لعيبه كان لازم كده طبعا هو لازم لعيبه اجريسيف صح يعني اتمنى كل لعيبه مصر خلاص دام انت اخترت طبعا منتخب مصر لازم تعتز بالتيشيرت ولازم تعتز ان انت الجماهير والاعلام كله عارف ان العنصر ده انضم لمنتخب مصر فدي بتبقى مكسب ليك اكتر من ان انت يبقى ليك اسلوب كده او ليك رؤيه مش عاجبك متضايق وشك تعبير وشك والكلام من ده. وانا مريت بالحاجات دي واحنا في المنتخب كتير والكابتن طارق يمكن يعرف مرينا بالحاجات دي كتير قوي يعني. في لعيب بيبقى تحس داخل معسكر فيه ارتياح في لعيب تاني تحس انه هيعمل لك قلق فطبعا المدير الفني بيريح نفسه يعني المدير الفني بيريح نفسه بيطلعه بره القلق ولما يطلع بالسلامه. لو هو ده كيروش اصلا لما تبص على السي في بتاعه كله ياما طلع نجوم من المنتخبات الاجانب معظمهم كده ما عندهمش مشكله في ديت يعني. وبعدين انت مش ماسك نادي انت ماسك منتخب مصر فانت لو معلش لو انت متضايق خلاص خد بعضك وامشي ما عنديش مشكله اجيب غيرك. انما لو نادي ممكن مدربين كتير جدا انا بتسالني عنها لو عندي 20 لاعب هلعب بيهم ما تعملش ما تعمل يعني ما الروح والحب اللي موجود في المجموعه مش هقبل اي حد مثلا ياخد بره الموضوع بس احقاقا الحق احنا كل ده بنقوله توقعات او تصورات بس طارق من اللعيبه اللي فعلا ما شفناهوش عمل مشكله قبل كده لا خالص لعيب محترف بقول لك في حاجات كواليس احنا ما نعرفهاش طبعا في حاجات اصل يستبعد فنيا لا بس انت فاهم انه طارق مثلا يعني في لعيبه كده انت هتقول عليه ده عمل مشكله يا كريم انت هتتصور كده لكن طارق عشان ما شفناهوش عمل انت بتضحك لا مش بضحك اصل بص الكابتن فتحي بيقول لك يستبعد فنيا لا خلي بالك طارق في المعسكر الاخير اللي هو والماتشات الاخيره كان افضل من المعسكر اللي هو كان موجود فيه يعني ما تيجي تبص كرؤيه فنيه وانا بختار من الدوري هو في الفتره دي زي ما رمضان صبحي مثلا او زي ما في فتره كده انت لما بتيجي تختار بتختار لعيبه المستوى فانا لما كنت مختاره مستواه المره دي كان مستواه اعلى فما اخترتوش زي ما بقول لك يا فتحي ممكن يكون في حاجه الله اعلم احنا مش عارفينها يعني صحيح. احمد ياسين النهارده رايك فيه ايه؟ لا يعني النهارده حجازي لما اتصاب كلنا اتخضينا طبعا خاصه ان هو اتصاب في الوقت اللي الجزائر كانت بتضغط شويه فاحنا قلقنا. هو بص هو طبعا الله يكون في عونه خلي بالك والحاجه الثانيه برضه هو محظوظ ان هو لعب ليه؟ لان لولا اصابه ايمن اشرف والراجل ما كانش هيعمل كده كان هيرجع ايمن اشرف صح فدايما انت بص سبحان الله قدر ما زي اللي انا بقوله لك قدر فهو ربنا سبحانه وتعالى كتب له ان هو يبقى موجود وماتش مباراه جزائر مباراه تقيله كل المقاييس وان هو يطلع بالشكل ده في اول مباراه رسميه ليه فانا اعتقد لا ان شاء الله المستقبل ليه. خلي بالك في لعبه كتيره جدا يعني انا من الناس اللي مقتنع بلعيب محمد عبد المنعم مساك ولما كان في سموحه وعرم النادي الاهلي وكنت قلت عليه للكابتن حسام البدري من ضمن الاسماء اللي انا كنت حاططها. فانت عندك الحمد لله اولاد صغيرين طالعين كويسين بس هي دي كانت فرصه حلوه ان هو في الوقت ده البطوله العربيه دي ان هم ياخدوا ودي جراءه من المدير الفني يعني كنت. في سؤال يا كابتن فتحي لازم اساله له هو اللي بيشدني والله ليه تسالوني لما تسالني كابتن فتحي لا ما اصل يخصك طب انت سالتني الاسبوع اللي فات يخصك لا اقصد يخصك انت وانت بتتكلم كتير كان في اسماء كتير انت قلت انك رشحتها لمنتخب مصر واسماء كانت هتخلينا دلوقتي نقول الكلام اللي بنقول على كيروش ان هو وسع القاعده وفي لعيبه جديده شفناها لمنتخب مصر واسماء محترمه ليه ده ما حصلش؟ هو ما حصلش عشان ما اقولش دلوقتي لا هو ما حصلش لسبب واحد انا قلت لك احنا اخطانا فيه ان احنا كان في اجنده المفروض نلعبها في شهر 6 ما كانش النادي الاهلي او بيراميدز موجود او الزمالك في الوقت ده كان لازم هي اللعيبه اللي انا كنت عاملها دي اللي احنا كنا ناخدها ونلعب بيهم الماتش او الماتشين الودي كان مع بولندا وكده هم دول اللي انا كنت بقول لك ممكن احنا في مناصر حلو هي دي هو ده الوقت اللي كان الوحيد اللي احنا اخطانا فيه وكان لازم نعمل كده. انا قلت لك صراحه انا قلت لك قبل كده انا الحمد لله كان فتحي عارفني من زمان جدا انا كده ما عنديش ولا صح. بس يعني انت اتظلمت يعني الحمد لله انت اتظلمت يا كابتن لا اتظلمنا كتير يعني يعني احنا يعني احنا ما لقيناش المسانده ولا جماهيريه ولا اعلاميه ولا اي حاجه يعني كابتن حسام والجهاز وكابتن طارق بصراحه انا بقول لك كمصري مفيش اي مسانده اعلاميه لهذا الجهاز الحمد لله والجهاز ده انا بقول لك يعني حرام اللي اتعمل فيه بصراحه بصراحه يعني حرام انا صعبه عليا يعني صعبه عليا يمكن الدنيا كلها تحس ان كلها ثوره قامت
ضد الكابتن حسام وجهازه الفني قالوا عشان يمشوا بصراحه يعني. مع ان كان عامل نتائج يعني عاملين نتائج. سيبك من اللي يقول لك اداء ومش اداء والاداء طبعا انت بتلعب مع الجابون وبتلعب مع انجولا وبتلعب مع فرق برضو ليبيا، ولكن الاداء ما كانش اداء مقنع للناس ولكن النتائج مقنعه. انت النهارده ساعات بتقيم مدير فني بالنتائج مش بالاداء. يعني بتقيم مدير فني ساعات النتائج بتبقى كويسه وايجابيه وي بتقيمه ان خد بطوله انه كويس انه، ولكن الاداء ما كانش كويس ولكن برضه هذا الجهاز ظلم بصراحه. هي دي اول مباراه تتلعب طبعا طبعا. بص يا كابتن فتحي ده دليل على كلامك ان دي اول مباراه، مباراه الجزائر مباراه قويه تلعبها من ساعه احنا حتى ما قبل ما نيجي يعني. يعني كل المباريات اللي لعبناها هي مباراه في المستوى سهل جدا انك تكسبها، ولكن حط تحت الجمهور 100 خط وجود الجمهور النهارده في الملعب احساس مختلف للعيبه وللجهاز والروح القتاليه بتزيد والاصرار بيزيد والتركيز بيزيد. انت كمان بتلعب الجزائر، عارف انت لو بتلعب ماتش زي النهارده الجمهور ده كله مش موجود، مش هتلاقي الموضوع بالنسبه لك انا لا قوي. انا لا اهمل الجمهور واكيد الجمهور له درجه كبيره طبعًا في اداء طبعًا اي فريق او اي منتخب طبعا بس نفس الجمهور مش نفس الجمهور ده ثلاث اضعاف الجمهور ده وعلى ارض مصر في كاس الامم الافريقيه 2019 ومدرب اييري كان موجود وخسرنا وكان الاداء وحش جدا، فهو اكيد مش بيبقى جمهور لوحده. لا يعني لا اكيد في امور كتيره لا 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 جمهور لوحده بس خلي بالك الجمهور في الفتره دي ما كانش راضي عن الاداء. اي انا اقصد انه كان في جمهور مساند. الكابتن طارق بيتكلم على جمهور مساند. لا الجمهور الجمهور لو يعني لو ترجع 2006 2008 2010 طبعا الجمهور هو المنتخبات لما كل اللي بتيجي تلعبك مغلوب قبل ما تلعب شفت الجمهور كان عامل ازاي، كل الجمهور كان بيتلف حول مصر. ولكن الفتره دي المنتخب لغايه الفتره حتى بتاعتنا الجمهور ما كانش راضي عن المنتخب. انت الجمهور حتى في ارض الملعب يعني كان بيبقى في جمهور في ارض الملعب ما كانش بيشجع المنتخب. لا بيشجع المنتخب بس اللعيبه ما كانتش على قدر المستوى في الوقت دوت في افريقيا. احنا طلعنا دور ال 16 من جنوب افريقيا وده غير المتوقع. واللعيبه كانت برضو في لعيبه الجمهور ما لعبوش ال 100,000 دول فبالتالي الرهبه والموضوع بالنسبه لهم كان صعب. ولكن لما تيجي مع الوقت هم النهارده بيلعبوا هم اللعيبه دلوقتي بتقاتل ليه وتلعب ليه، هي برضو بقى لها فتره ما شافتش الجمهور ده والجمهور بيشجع كمان مش الجمهور ساكت. لا الجمهور النهارده مختلف، مش كده بقول لك النهارده الجمهور كان سبب رئيسي في فوز منتخب مصر وبوجره. مجيب بوجره مدرب الجزائر طبعا ليه؟ اولا انا اعرفه على المستوى الشخصي هو دايما العصبيه عنده كبيره جدا والتنشنه بعيد عن الناحيه الفنيه. هو كان ماسك الفجيره السنه اللي تقريبا في الامارات. هو اولا مساك قوي جدا وانا يعني طبعا في الفتره الاخيره ولعيب كبير جدا، ولكن جات له ميزه ما عرفش يستغلها هي اصابه بغداد بالنجاح. اصابه بغداد بالنجاح وانت كسبان 1-0 وبين الشوطين كان لازم تلعب لعيب نص ملعب زي ما عمل روش كده وتلعب ياسين ابراهيمي راس حربه فانت تاخد الاستحواذ وتقفل الملعب بشكل كويس وتلعب المرتده تجيب تاني، لكن هو فضل مصمم على طريقه 4-2-3-1 وهو بدنيا الشوط الثاني مش قادر زي ما قال الكابتن فتحي في البدايه كويس. فكان لازم انا اضيق المساحات بدل المساحات ما تبقى واسعه والعب ياسين ابراهيمي راس حربه لعيب بيقف على الكوره كويس قوي وتعمل مشاكل لخط الظهر لانه عنده كنترول عالي في نفس الوقت نص الملعب بتاعك مليان فتضيق المساحات فبالتالي تطلع بالماتش زي ما انت عايز. بنجاح برضه بنجاح طبعا انا بقول لك انا وانا قاعد بتفرج بقول بحط نفسي يعني مكان اي مدرب. انت شايف ان النهارده المنتخب عمل اداء كويس؟ لا طبعا لا انا شايف عشان الجمهور ومجيد بكره لا من ضمن الاسباب طبعا انت اسباب رئيسيه طبعا طبعا المنتخب الشوط الثاني عمل اداء كويس الشوط الثاني زي ما قلت لك عنصر الروح كان مهم جدا. اللعيبه عندها روح مكسب تفرق جدا. اللعيبه عندها روح مكسب الجماهير اللي موجوده في استاد الجنوب في الوكره عاملين يعني مش عايز اقول لك عاملين احتفاليه لمنتخب مصر صح. يعني من احتفاليه لمنتخب مصر بدليل ان في اطفال وستات ومدامات وشباب وكله صحيح. الجماهير برضو زي ما الكابتن طارق قال لا بتديك النهارده بتحملك مسؤوليه وخصوصا زي ما قلت لك ماتشات مصر والجزائر دايما بتاخد انطباع ان دي نهائي بطوله افريقيه مش بطوله عربيه. صحيح. لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا جدا مع الكابتن الكبير كابتن فتحي مبروك وايضا الكابتن الكبير كابتن طارق مصطفى. بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله.
يعني بحضراتكم مرة أخرى. طيب كابتن فتحي، المواجهة مع المنتخب الأردني يوم السبت القادم إن شاء الله هي مواجهة أكيد أخف من مواجهة المنتخب المغربي. خلينا نتكلم بالمنطق، وعلى الورق المغرب منتخب في منتهى القوة. الأردن صحيح كسبت السعودية في الجولة الأولى 1-0، السعودية بتلعب بالمنتخب الأولمبي، خسرت من المغرب 4-0 وبعد كده كسبت فلسطين. لا أنا شايف طبعا يمكن ماتش الأردن، يعني ماتش الأردن برضو يمكن مع احترامي طبعا لفرقة الأردن، ولكن منتخب مصر محظوظ انه فعلا هيلعب مع الاردن الماتش القادم ده، لان برضو الاردن زي ما انت قلت كسبت السعوديه 1-0، خسرت من المغرب 4-0، بدليل ان فرقه المغرب فرقه قويه جدا 4-0، يمكن فازت على فلسطين في الجوله امبارح امس برضو 5-1. يعني المنتخب الاردني منتخب كويس، وطبعا انت عارف المدير الفني راجل برضو عنده خبره في التدريب، كابتن عدنان هو عنده خبره ايضا في الجوانب كتير قوي التكتيكيه والفنيه. ماتش مش هيبقى سهل برضو على منتخب مصر، يعني شوف سهوله ان الاسم الاردن واسم المغرب، يعني تخيل الاثنين في تقل، يعني المغرب والاردن. لا ولكن الماتش مش هيبقى سهل، لان برضو ممكن الاردن يلعبك بطريقه او باسلوب او بتكتيك يقدر النهارده يستعرض فيه، يقدر يشوف جوانب كتيره فنيه في هذه المباراه. يعني ماتش برضو محتاج مستر كروش وجهازه الفني يدرسوا فرقه الاردن كويس ولاعبتها كويس والاداء الفرد والجماعي لفرقه الاردن كويس، ويشوف التشكيل الامثل لمقابله الاردن، لان ماتش مش هيبقى سهل زي ما الناس فاكره. ولا كنا نلعب المغرب؟ لا المغرب صعب لان المغرب انت المغرب عندها 3 منتخبات، منتخب ما جاش، منتخب المحترفين 23 محترف، منتخب المغرب المحلي اللي بيعدوه من 3-4 سنين مع عموته وقبليه، لان انا موجود في الدوري المغربي وعارف خدوا البطوله لسه من شهرين، بطوله افريقيا المحليين خدوها مع عموته. فبالتالي المنتخب المغربي اللي لعب الماتشين الاولانيين مش هو المنتخب اللي لعب الماتش الثالث، ده اللعيبه كلها متغيره بما فيهم حارس المرمى، 11 لعيب متغيرين. فهو عنده من الامكانيات والمقاومات البشريه اللي موجوده انه عنده كتير جدا، حد غاب ما عندكش مشكله. يعني احنا دلوقتي مثلا غاب قفشه مشكله شويه، هيغيب ايمن اشرف ما عندكش برضو، عندك مشاكل كتيره جدا في الجزئيه دي، ولكن هو ما عندوش. فالحمد لله اللي انت ربنا كرمك برضو من ضمن المكاسب ان انت مش هتلعب المنتخب المغربي، مع احترامي يعني للمنتخب الجزائري والمغربي في فرق كتير جدا في البطوله دي. واللي عايز اقوله لك كمان، منتخب الاردني منتخب اكيد لما يجي هيلعب معاك هيدافع بشكل كبير جدا، صح، بيلعب ضد منتخب مصر هيبقى قلقان جدا، الروح عاليه جدا، الروح عاليه جدا، عايز تكسب المباراه. انت تلعب صح، انما هتلعب باربعه 3-3 وتضيع وقت كبير جدا والروح تزيد والموضوع يبقى مختلف معاك. لا كابتن، طيب 4-3-3 مضايقك فيه؟ لا امكانيات اللعيبه، امكانيات اللعيبه، انا حاسس ان 4-3-3 دي انت قافل منها. لا مش قافل منها، امكانيات اللعيبه، امكانيات اللعيبه اللي تعمل 3 في نص الملعب ديت صعبه جدا. انت بتلعب ايمن اشرف النهارده، وقبل كده قلت لك بتلعب طارق حامد وحمدي فتحي والسوليه، وقبل كده مش عارف بتلعب مهند لاشين. الثلاثه كريم بتوع نص الملعب دول لازم يبقوا مختلفين، لازم اللعيب بتاع نص الملعب ده. انا قلت لك ليه من شويه زيزو ممكن هو ينزل فيها ويلعب، قفشه يلعب، قلت لك هلال يلعب. فقلت لك النوعيه دي اللي بتعمل نمره 8 بشكل كبير جدا، عشان لما يكون عندك عدد كبير في الدفاع فيقدر الاثنين اللي هم بيلعبوا نمره 8 يروحوا لقدام يزيدوا يشتغلوا بشكل كبير جدا. ولكن لما تيجي تبص على 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 منتخب مصر، انت عندك التشكيل اللي تقدر تلعب بيه 4-2-3-1 وتخلص المباراه من بدري، ما تستناش لظروف. رايك هو بيبص لها برضه، بيبص لها مستر كوش يا كابتن، انا وجهه نظر فنيه، بيبص لها طبعا ان هو عايز اكرم واحمد ابو الفتوح الاثنين يبقى ليهم دور هجومي. النهارده يستثمر واحد من الثلاثه دول زي النادي الاهلي ما بيستثمر، استثمر حمدي فتحي موسيماني، يستثمر حمدي فتحي بيطير الظهرين علي معلول واكرم توفيق بيطيرهم، ومين اللي يبقى ستوبر ثالث؟ حمدي فتحي. هو النهارده ممكن يكون النهارده من خلال رؤيته لماتشات اهلي وماتشات ويوي ممكن يكون الفكر ده عنده، ممكن يكون الفكر ده عنده مسبقا ان هو يحتاج واحد من الثلاثه ديفندر زي وسط ملعب يكون عنده الملكه الدفاعيه كويسه يقدر يشتغل في حته الستوبر. فالنهارده لما يحط ايمن اشرف لو حصل اي حاجه يقدر يحط ايمن اشرف ستوبر، هيحط حمدي فتحي ستوبر، يقدر يستعين بالثلاثه دول. النهارده عمرو السوليه بيقدر النهارده في الجانب الهجومي يقدر كويس، النهارده عنده رؤيه كويسه، عنده تسديد، عنده حته هجوميه كويسه. فهو النهارده الحته دي ما تقلقوش، يعني ما تقلقوش ان بيلعب 4-3-3، ولكن التوظيف هو ده المهم جدا في التوظيف. يعني النهارده انت عايز تطير
الاثنين اللي على الاطراف عشان يبقى لهم دور هجومي كويس قوي. عشان اطراف النهارده محمد شريف يقدر يخش راس حربه مع مروان، تقدر تعمل خلل في اي دفاع. يعني يلعب بتشكيل عامل ازاي في المنتخب اللي جاي، المباراه اللي جايه، مباراه منتخب الاول؟ وليه يا كابتن 4-2-3-1 الكلام ولا مش ممكن؟ لا انت تقول اي حاجه يا كابتن فتحي، انت مدرب يا كابتن مصر. لا والله بجد، لا والله طبعا حضرتك اصلك دايما بتدي مثلا بالنادي الاهلي، النادي الاهلي بيلعب بثلاثه ورا، عنده الاثنين اللي قدام اذا كان اكرم او اذا كان علي معلول. علي معلول طبعا، علي معلول 80% هجوم، وده وضع طبيعي لما يكونوا الباكين مختلفين، واحد بيهاجم بشكل كبير جدا غير لما يكونوا الاثنين 50-50. صح. وكمان التالت بتاع نص الملعب بينزل زي حمدي فتحي كده، فبيدي اطمئنان للدفاع. ولكن انا هلاعب مين وعايز ايه من المباراه، هو ده اللي المدير الفني بيبقى عامله. انا هلاعب الاردن غير لما العب المغرب. ممكن يكون فكره لو هلاعب المغرب، لو هلاعب المغرب هلعب 4-3-3، ده وضع طبيعي جدا. قوه المنتخب بتديني الادفانتج انا هلعب ازاي، والعب بني طريق. انما مع احترام المنتخب الاردني، لا هلعب 4-2-3-1، جمهور هيبقى موجود بشكل كبير جدا معايا، يعني عندي اكتر من ميزه. انا لا اختلاف على الاربعه اللي ورا باستثناء اكرم توفيق، عمر كمان لعب واحد تمام، ودايما زي ما لسه بقول دلوقتي، واحمد حجازي خلاص، ياسين لان ايمن اشرف مش موجود، مادي ياسين، الونش، عمر كمال عبد الواحد، ابو الفتوح، في نص الملعب طبعا الشناوي، في نص الملعب حمدي فتحي، السوليه، انا بشوف زيزو. يبقى تلاتهم بقى قدامهم. لا لا انا بقول 4-2-3-1. انت عايز 3-2 مش عايز لا زيزو على اليمين، لا طبعا تحت راس الحربه يعني هيدافعوا بشكل كبير جدا، وانت طيب. لازم عدد اكبر من اكبر تهاجم. ماشي. زيزو على اليمين واحمد رفعت، واحمد رفعت شمال، محمد شريف راس حربه، محمد شريف راس حربه، وتحتيه مصطفى فتحي. مصطفى فتحي 10 او قفشه لو جاهز. لو قفشه ابدا بقفشه. قفشه لسه مصاب ومش جاهز، ابدا بمصطفى، ما عنديش مشكله. وطلعت انت حسين فيصل. لازم يطلع حسين فيصل، لعب ماتشين زي ما قلت لك، الناحيه البدنيه الناحيه البدنيه مع اللعيبه، واللعيبه ضغوط عليها كبيره جدا، خاصه اللعيبه اللي هي لسه موجوده، زي ما انا قلت لك من شويه احمد رفعت. يقعد ليه؟ يقعد عشان الناحيه البدنيه عنده مش هتسعفه ان هو يلعب ماتشين ورا بعض. انت الماتش الجاي هتلاقي حسين قاعد وهتلاقي رفعت اللي موجود، وده وضع طبيعي جدا. يعني فاهم؟ بس فوجهه نظر الشخصيه. رايك يا كابتن فتحي المباراه القادمه امام المنتخب الاردني نلعب ازاي وبطريقه عامله ازاي وبلعيبه مين هم؟ لا هو طبعا زي ما اتفقنا الشناوي الاربعه في خط الظهر، طبعا اكرم مش موجود، وعمر كمال عبد الواحد موجود، في طبعا الونش هيلاعب احمد ياسين، واحمد بتروح الاثنين الاربعه اللي ورا دول جاهزين. حمدي فتحي طبعا زي ما قلت لك، عمرو السوليه، دول موجودين بصفه مستمره. ممكن النهارده يستعين بواحد النهارده عنده الملك، عنده الملك انه يقدر يلعب قدام الاثنين دول، بس ليه طبع هجومي كويس قوي. يعني ممكن زي ما قال زيزو، ممكن زيزو برضه خلي بالك في الجنب اليمين جنب شمال قدام الاثنين الديفندرز، يقدر يلعب الحته دي. مصطفى فتحي يقدر يلعب الحته دي ويلعب بثلاثه زي ما اتفقنا، ممكن زيزو، ممكن يمكن احمد رفعت لو ابتدى بيه، مصطفى فتحي، وممكن انا شايف ان محمد شريف اميز في راس الحربه، مع احترامي طبعا لمروان حمدي، بس محمد شريف يمكن في الحته دي بيبقى اميز شويه. السوليه مش محتاجه يريح شويه؟ انا حاسس السوليه عامل مجهود كبير قوي في البطوله دي. طبعا هو عامل مجهود كبير جدا، بس السوليه لا غنى عنه في نص الملعب. يعني برضو انت لما تيجي تدي حد تاني غير السوليه مختلف شويه، لان السوليه الوحيد اللي يعني عنده رؤيه كويسه، بيشوف الملعب بيطلع لقدام بيشوط. النهارده سوليه الشوط الاولاني شايط كورتين ثلاثه الشوط الاولاني، فبالتالي هي دي النوعيه اللي مختلفه. انما انت لو لعبت مهند، هيبقى مهند وحمدي فتحي قريبين من بعض جدا، بيلعبوا نمره 6، فهيبقى في فجوه كبيره جدا بينهم وبين نص الملعب الهجومي. ولكن لما تحط السوليه، وخلي بالك دلوقتي الاستشفاء والكلام ده كله، انا اعتقد النهارده هو كمان يعني خرجوا اخر 10 دقايق واخر ربع ساعه، دي كلها برضو تديك احساس ان الراجل بيفكر في اللي جاي. انا حاسس برضو ان فتوح عامل مجهود كبير قوي في البطوله يا كابتن. احمد فتوح كويس، ماشي كويس. خلي بالك برضو عمليه النهارده الريكفري مهمه جدا. يعني يجي النهارده بكره يعمل اطالات، شويه اطالات شويه استرتشات للناس اللي لعبت. فالامور دي كلها بتبقى سهله جدا على المدير الفني والجهاز الفني. ولكن احمد صغير، يعني ما تقدرش تقول احمد النهارده سنه كبير عشان النهارده ما يتحمل ضغط ماتشين ورا بعض، لا. واللعيبه عندها، بس ما حسين فيصل صغير، اللعيبه عندها دوافع. بس ده اساسي، في فرق بين اساسي وفرق النهارده في بديل. يعني احمد بتروح النهارده موجود اساسي، ما تقدرش تشيله، لانه لعيب من اللعيبه الكويسه اللي دور هجومي، خبره غير حياسين، لا اوفرات حتى كويسه بقى، لعيب كويس.
درس النهارده في لعيبه النهارده ممكن تكون خدت ماتش ماتشين انت شفتهم النهارده وكانوا جداد على المنتخب هتقدر برضو تاخد تقرير فني عنهم كويس جدا تاخد رؤيه فنيه كويس عنهم ولكن ده التشكيل الامثل لمنتخب مصر في اللقاء ده بتاع ان شاء الله وهم كمان لا الراحه المره دي اكبر من المره اللي فاتت يعني الراحه الماتش ده برضو في عندك يوم زياده اكبر من ثلاث ايام دي تعمل استشفاء كويس الجمعه تعمل استشفاء كويس تريح اللعبه بشكل كبير جدا وصدقني انت كل ما بتكون تعبان او 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 حاسس ان انت مجهد يا ما بتشوف المنظر ده الوضع مختلف جدا جميل. جدا جدا طبعا طبعا لا الشكل حلو صح. الشكل حلو والتشجيع حلو صح. والناس فرحانه واللعيبه لعبت بروح بدل ما هي 100% 200% فكل دي حاجات بتديك اطمئنان صحيح لسه مكملين هذا الحوار مع الكابتن الكبير كابتن فتحي مبروك والكابتن طارق مصطفى بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله يا رب حضراتكم مره اخرى واحده من الحاجات المثيره للجدل في هذه البطوله اسم واحد اللي الناس اتفقت عليه بين لاعبي منتخب مصر تفتكر مين يا كابتن فتحي اسم واحد اتفقت عليه الباقيين بيختلفوا يعني يقول لك ده كويس او وحش الناس ممكن تختلف عليه لكن اسم واحد اتفقوا عليه كلهم اسم واحد اتفقوا عليه كلهم جديد يعني من جداد الناس اتفقوا عليه اتفقوا على رايهم فيه مش شرط يبقى اتفقوا عليه ايجابيا لا انا شايف ان ممكن يكون زيزو اتفقوا عليه ايه بقى اتفقوا عليه انه لعيب كويس ولعيب يستحق انه يلعب في منتخب مصر ولعيب عنده طموح كويس لمنتخب مصر وروحه كويسه جدا عنده اداء سواء في الجانب الايمن او الايسر لا لعيب كويس اتفقوا على مروان حمدي لا طبعا ما فيش اتفاق على مروان ومروان هو حط نفسه في الحته دي اتفاق سلبي اقصد ممكن ولكن في اتفاق ايجابي ناس كتير حسين فيصل اتفاق ايجابي من الناس اللي موجوده انا بس بسال على مروان حمدي ليه تحديدا هل مروان حمدي يعني مظلوم انه الضغط عليه كبير انه في اول تجاربه الدوليه ففي ضغط عليه كبير فهو ده اللي مش مخليه عارف يلعب ولا هو ما عندوش عذر ادام خد فرص وفرص كتير او فرص معقوله يعني لا بص هو 50-50 اولا هو مظلوم والمدير الفني ظلمه كيروش ظلمه طبعا يعني انت تديله 3 4 ماتشات ورا بعض اساسي لعيب لسه داخل منتخب وعندك محمد شريف بتحطه ناحيه الشمال وقبليها ما كان موجود عندك احمد ياسر ريان وقبليها كان مصطفى محمود لعب مروان فبالتالي انت ضغطت عليه بشكل كبير جدا 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 مروان بقى له 3 4 مباريات بيلعب بشكل اساسي ما جابش جول وانت شريف لعب معاك اول مباراه ليبيريا لما جه سجل جول وبعد كده سجل كمان في البطوله فالطبيعي جدا ان انت عشان لو مقتنع بحد ومش ماشيه معاه لازم اقعده جنبي عندك عشان حتى تريحه ما تخلوش ان هو مشدود دايما ان انا بدات ان انا عايز اجيب جون فعمل عليه ستريس بشكل كبير جدا انا اشوف ان مروان 50-50 ظلم ومروان برده جات له فرصه الماتش اللي فات او فرصه كان ممكن في 6 يارده كان ممكن يحطها بشكل افضل من كده تيجي جون تدي له ثقه وتخليه يكمل لعيبه زي عمرو جمال شادي حسين موجودين وكانوا متاحين كان ممكن يبقى افضل من مروان هو مروان كويس يعني مروان كويس بس خلينا برضه بنتكلم بواقعيه برضه دي تعليمات جهاز فني تعليمات جهاز فني فيه شغل انديفيدوال يعني برضه كابتن طارق شغل انديفيدوال ده ممكن النهارده الشغل الفردي فردي النهارده تحركك يعني. ازاي النهارده تستقبل الكره ازاي النهارده تحط تحت ضغط ازاي كل هذه الامور لازم مروان يستثمرها او لازم الجهاز الفني يستثمر لعيب كويس هو النهارده مستثمر في مروان حمدي في ايه في ايه يا كابتن طارق تفتكر اي كره عرضيه كره عرضيه بس يعني النهارده ما تحسش بوجود مروان النهارده كمحطه هو ده بالظبط يعني ما تحسش بيه النهارده كمحطه زي مروان محسن بس حتى دي ما عملهاش ما اتعملتش النهارده مثلا كره في العمق النهارده وقف عليها وطلع لا ما تحسش بيه صح تحسش بيه خالص التحرك برده ده حاجات مهمه جدا الجهاز الفني لازم برده يوريه التحرك ازاي حتى لو نظري بس اللعيب يبقى النهارده عنده رؤيه كويسه جدا في التحرك صحيح يعني محمد شريف ليه بنقول محمد شريف دايما مميز ليه لان تحركه دايما تحرك مفاجئ تحرك بين الاستور والباك ليفت يعني تحس ان في تحرك يقدر يخليك تخلق فرصه وتقدر تسجل هدف صحيح مروان مش موجوده عنده دي مروان كل اللي عايز يستثمره ان هي كوره عرضيه عشان يستغل
بتقولوا ما بتتعملش يعني ما بتتعملش ما بتتعملش خلاص ما بقاش. فالوضع الطبيعي ان هو زي ما بقول كابتن فتحي كده لازم يخلق لنفسه فرص، لازم صحيح. يتحرك بشكل كبير جدا صحيح. ولازم المدرب يساعده على كده صحيح. عشان كده بقول لك ايه، طالما في ضغوط على مروان انت وانت مقتنع بيه وانت مقتنع بيه خلصوا من الضغوط دي وقعدوا شويه بس كده صحيح. خلصوا من الضغوط اللي على مروان وقعدوا جنبك على الدكه وبعدين اديله في وقت حلو قوي فينزل مروان الدنيا بالنسبه له حلوه صح. مش مضغوط بقى بدايه المباراه ما جابش جوان، فدي برضو بتاعت مدير فني صحيح. كابتن فتحي مبروك، شرفتني ونورتني كالعاده، الحوار دايما معاك ممتع جدا. انا سعيد بيك وسعيد ونلتقي دايما على خير، وبشكرك وبشكر الكابتن طارق طبعا على كابتن مصر على اللقاء الجميل ده يعني والله بجد. كابتن طارق دايما وجودك بيزيد هذه الحلقه اثاره ومتعه وشغل فني كبير جدا حبيبي كريم. انا اللي دايما ببقى سعيد معاك كمان النهارده مع كابتن فتحي مبروك استاذنا. طبعا الجيل اللي انا دايما الحمد لله يعني وشنا حلو على بعض كلنا. طبعا شكرك كريم طبعا. صحبه حلوه وصحبه جميله. تصبحوا على الف خير، يا رب تكونوا استمتعتوا معنا بحلقتنا النهارده. اشوفكم يا رب على الف خير.